بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في موضوع الهيماتوبويسز، انه الفيزز اوف هيماتوبويسز امبريونيك فيز او الميزوبلاستيك فيز، الهيباتيك فيز، والميدلري فيز. الميدلري فيز حكينا السايت هنا بون مارو. ايش يعني بون مارو؟ ايش البون مارو سايتس اند فانكشنز؟ بون مارو ريبريزنتس ابروكسيميتلي 3.5% to 6% of the total body weight, around 1,500 gram in adults. البون مارو تقريبا 3.5 ل 6.5 من وزن البادي من الجسم، يعني تقريبا في الادلتس 1500 جرام. بون مارو is found within the cavities of all bones. نخاع العظم موجود في تجاويف العظام. Present in two forms، موجود على صورتين شكلين. لو اجينا لأدلت بون مارو زي ما بالصورة عنا، هذا بون مارو اللي باللون الأبيض، الفجوات هذه اللي باللون الأبيض بتمثل اليلو مارو، اللي باللون الأحمر بتمثل الريد مارو. الريد مارو طبعا يحتوي على الهيموبيتيك سيلز. الريد مارو يحتوي على خلايا الهيماتوبيتيك. بأي لينج يا جماعة؟ ممكن تكون ستام سيل، ممكن تكون يعني اماتيور سيل، ممكن تكون بلوري بوتنت ستام سيل، ممكن تكون مور ماتيور سيلز، ممكن تكون في لينج الإريثرويد، ممكن تكون في لينج المايلويد، الليمفويد او الميجا كاريوسايت. زين البون مارو لو اجينا لأدلت 50% منه بيكون يلو، الخمسين التانية بيكون ريد مارو. ريد بون مارو هو عبارة عن الأكتيف هيماتوبيتيكالي أكتيف مارو، هو الأكتيف مارو. consisting من إيش بيتكون؟ يتكون من الـ developing blood cells and their progenitors. يتكون من الهيموبيتيك stem cells and their progenitors. ستروميل سيلز، ايضا في الريد بون مارو بلاقي خلايا داعمه اسمها الستروميل سيلز، حنشوف ايش وظيفتها وايش هي الستروميل سيلز. ايضا في البون مارو يوجد اوعيه دمويه بلاد فيزلز، في ارتريس، في فينز اند فاسكولار سينياسز. في سينياسز بتسمح للخلايا اللي بعض النضوج تطلع عبر السينياسز للبريفرال بلاد. إيش يعني stromal cells؟ include endothelial cells. الstromal cells تحتوي على endothelial cells، تحتوي أيضا على adipocytes الفات cells، فيها macrophage، lymphocytes، osteoblast و osteoclast and reticular adventitial cells اللي هي fibroblast. إذن الستروميل سيلز هو مجموعة من الخلايا، كل خلية من هذه الخلايا إلها وظيفة معينة في البون مارو. زي إيش وظائف الستروميل سيلز؟ هي خلايا داعمة supporting للهيموبيوتيك ستام سيل، داعمة للخلايا. هي secrete cellular factors، ممكن تكون هذه الخلايا بينتج عنها growth factors، بتطلع growth factors مهمة for critical role in the regulation of hemobitic stem cell. بتطلع growth factors مهمة في تنظيم شغل الستم سيل. وإحنا حكينا هذا الكلام قبل كده، الستم سيل فيها جينات، هذه الجينات يا جماعة بصير لهاش expression إلا إذا وصل لها transcription factor معين، إلا إذا وصل لها signal. هذه السيجنال هي اللي بتخليها differentiate to erythroid أو differentiate to myeloid أو ميجا كاريوسايت أو lymphoid. فالgrowth factors هذه اللي بتيجي من الستروميل سيلز
هي الريجوليت هيموبيوتيك ستام سيل بروليفريشن، بتنظم عمليات الديفيجن والديفرنشيشن تو مور كوميتد سيلز او بروجينيتور سيلز. بيئة البون مارو يا جماعة مهمة لنشاط الهيموبيوتيك ستام سيل، ضروري تفاعل الاسترومال سيلز واتس جروث فاكتورز مع الهيموبيوتيك ستام سيلز. طبعا ليش الهيموبيوتيك ستام سيلز بالفعل تتاثر بهذه الجروث فاكتورز؟ لانه عليها ريسبتورز لهذه الجروث فاكتورز. في عنا لينج مولكيول، في عنا ليجاند، ممكن هذه الجروث فاكتورز في ارتباطات ما بين الاسترومال سيلز والهيموبيوتيك ستام سيلز باي اديجن مولكيولز باي ليجانز، اما تتاثر باي جروث فاكتورز، وهذا الجروث فاكتور على الهيموبيوتيك ستام سيل له ريسبتور له. فلو اجينا لهنا، هنا في اديجن مولكيولز إلها ليجاند على سطح الهيموبيوتيك ستام سيل. أيضا يا جماعة إذا في جروث فاكتور طلع من الاسترومال سيلز أيضا حيلاقي له ريسبتور على سطح مين؟ على سطح الهيموبيوتيك ستام سيل. إذا في هنا انتر اكشن، في ارتباط قوي ما بين الهيموبيوتيك ستام سيل والاسترومال سيلز الموجودة في البونوارو، سواء كانت الاكسترا سيلولار ماتريكس، الفات سيلز، الفايبروبلاست، الاندوثيليال سيلز او الماكروفيج. ضروري هذا الارتباط، هذا الارتباط ينتج عنه تكون نايشز، هذه بسميها نايشز، هي اللي بتحفز الهيموبيوتيك ستام سيل. وجود النايشز، وجود السيجنالز الجروث فاكتورز، هي اللي بتخلي الهيموبيوتيك ستام سيل تتاثر باللي بوصل لها من سيجنال، بخليها الجينات تبعتها يصير لها اكسبريشن بفعل ترانسكريبشن فاكتورز اللي تنشطت في هذه اللحظه، بفعل السيجنال اللي اجتها عن طريق الجروث فاكتورز، فبتفوت بلينج معين. اما اذا وصل لها جروث فاكتور مثلا اريثروبويتين حتعطينا ار بي سيز، اذا وصل لها ثرومبوبويتين حتعطينا بليتلتس، وهكذا. ايش السيجنال اللي بتوصل لها عن طريق الاسترومال سيلز؟ طبعا ممكن تكون السيجنال جايه من البون مارو نفسه، ممكن تكون السيجنال جايه من خارج البون مارو. هذه النايشز اللي بتتكون بتخلي الهيموبيوتيك ستام سيل to proliferate, to divide, to differentiate, to more committed progenitor cells. هذه البيئة اللي شرحتها اللي هي اللي بتمثل ارتباط الهيموبيوتيك ستام سيل في البون مارو مع الاسترومال سيل بسميها هيموبيوتيك اندكتيف مايكرو انفايرمنت، HIM، هيموبيوتيك اندكتيف مايكرو انفايرمنت. ايش هو اليلو بون مارو؟ اليلو بون مارو هو inactive مارو، غير نشط. is scattered throughout the red cell, the red marrow, so that in adults there is approximately equal amounts of red and yellow marrow in these areas. هو عبارة عن inactive marrow، موجود ما بين الريد مارو. طبعا عند الأدلتس، عند البالغين، نسبة اليلو مارو مساوية لنسبة الريد مارو 50-50. اليلو مارو هو عبارة عن adipose tissue، عبارة عن fat cells with undifferentiated mesenchymal cells, reticular cells and macrophage. إيش وظيفة اليلو بون مارو؟ هو storage area for nutrients, fats and reserve hemobiotic tissue. هو مخزن للفات سيلز وبيحافظ يا جماعة على الهيموبيوتيك تشو. In term of excessive loss، كيف ريزيرف هيموبيوتيك تشو طالما هو ما فيش فيه هيموبيوتيك سيلز؟ In term of excessive loss of red marrow، it has the potential to transform and revert to red marrow. اليلو بون مارو يا جماعة، لو البون مارو فيه مشكلة وصار في excessive loss of red marrow، ممكن اليلو بون مارو يتحول إلى red bone marrow
وبالتالي يتم المحافظة على الهيم وبيتكتشف. قدامك صورة للبون مارو، طبعا لو اجينا هنا للبون مارو بهذا المقطع، طبعا واضح عندنا هذا البون مارو يحتوي على ارتريز، يحتوي على فينس، سنترال سينيس، في بونز، في اندوس ستيرنم، هيموبيتك كوردز، في هيموبيتك تيشو. نيجي نشوف صورة أخرى، لو جينا للهيموبيتك كوردز هاي هي فيها ممكن ألاقي ميجا كاريوسايتس، ممكن ألاقي إريثرويد لينج، جرانيولوسايتس، حلاقي استرومال سيلز زي الفايبروبلاست الاندوثيليال سيلز، حلاقي سفاسكولار سينيس. طبعا السينيس هي هو المكان اللي بتطلع منه الخلايا الناضجة. دايما يا جماعة الخلايا الناضجة بتكون قريبة من السينيس، لما بتنضج بتكون قريبة من السينيس عشان تطلع للبريفرال بلود. في عنا طبعا البون مارو كمان أديبوسايت اللي هي الفات سيلز. ايضا صورة اخرى لأدلت بون مارو، طبعا هذا بون مارو بايوبسي، طبعا هنشوف كيف اتخذت هذه العينة. هذه البايوبسي من البون مارو مصبوغة بالهيماتوكسيلين ايوسينستين مكبرة على 100x. واضح عنا مكونات البون مارو، هي الأديبوسايت الفجوات البيضة، الهيموبيتك تيشو، طبعا هذا هو البونز، طبعا حنلاقي كمان غير البونز البلود فيزلز، في أوعية دموية كمان موجودة في البون مارو. إذا في الأدلت 50% في عنا هيموبيتك سيلز و 50% عنا فات سيلز. During infancy and early childhood hematopoiesis takes place at most bones, flat and long, as all the bones in the body contain primarily red active marrow. بقولنا إنه مجرد ما ينولد البيض بالبيبي اللي هي مرحلة الانفانس أو مرحلة الearly childhood الطفولة، حلاقي يا جماعة الأطفال عندهم كل العظام الفلات واللونج بونز، كل العظام تحتوي على ريد بون مارو، ما فيش فات. باي ايجينج، لكن مع العمر mostly flat bone remain active as flat cells start to appear in the long bone instead of the marrow tissue. لكن مع العمر حلاقي الأمور اختلفت شوية، تمام؟ الفلات بونز remain active as fat cells start to appear in the long bones. الفلات بون بضلوا active لكن حتبدأ الدهون الفات سيلز تظهر في اللونج بونز، وحنلاقي بعد كده الأمور اختلفت. كيف حتختلف؟ من سن 2 ل 3 سنوات after birth active bone marrow is found in all bones. أيضا سنتين لثلاث سنوات حنلاقي كل البونز هي عبارة عن أكتيف ريد بون مارو. بعد كده حنلاقي الأكتيف هيموبيتك سل ريد سيلز is replaced by inactive fatty tissue adipocytes yellow marrow during 5 to 7 years in a process called retrogression. عند سن 5 لـ 7 سنوات حنلاقي بعض الأكتيف ريد مارو استبدل بالفات أديبوس تيشو، صار يلو مارو عند سن 5 لـ 7 سنوات بعملية اسمها ريتروغريشن. عند سن 18 سنة by the age of 18 the process of replacing the active marrow by adipocytes during development is called retrogression and eventually restarts in the restriction of the active marrow in the adult to the vertebrae. حنلاقي عند سن 18 سنة من العظام المسؤولة عن اللي فيها active marrow المسؤولة عن إنتاج الخلايا الفيرتبري، الريبس، الستيرنم، السكال بونز، البلفس، and to some extent the proximal ends of the femur and the humerus. حلاقيها أيضا فيها active bone marrow اللي هو red marrow. عند سن 25
طبعا في بعض العظام بدأ يظهر فيها الفات سيلز. عند سن 25 حنلاقي نسبة الريد تو يلو 1 تو 1. عند سن 70 طبعا كل ما العمر بيزيد كل ما الريشيو اوف ذا ريد از ديكريست، حيقل نسبة الريد. زي ما انتم شايفين عند سن 18 سنة التيبيا والفيمر عظمة الساق والفخذ بيقل فيها الهيماتوبيسس، لكن ما بقى لباقي العمر بتضلها العظام زي السكال الستيرنام الريبس الفيرتيبلي ما زالت اللي هي اكتف، البون مارو فيها اكتف فور هيماتوبيسس. طبعا this relative rates of red blood cell production in the bone marrow of different bones at different ages. زي ما واضح عندكم بالصورة هنا الفرق ما بين الـ children والـ adults. البيبي اللي عمره سنتين لثلاث سنوات بيكون كل البونز عنده، شايفين عظام الجمجمة، الأطراف، الإيدين، الرجلين، عظام الريبس، البلفس، كلها بتشارك في عملية الهيماتوبيسيس. لكن لو اجينا لأدلت، الأدلت في بعض العظام عند سن 18-25 سنة تفقد القدرة على الهيماتوبيسيس. مين بيبقى؟ بيبقى العظام اللي موجودة في السنترال، خصوصا السكال، البروكسيمال انس اوف ذا لونج بونز، الستيرنام، الفيرتبري، عندكم منطقة الإلياك كريست او البلفس، تمام؟ هذه بتضلها بتشارك في عملية الهيماتوبيسيس. هذا الفرق ما بين التشيلدرن والأدلتس. شو هي وظائف البون مارو؟ طبعا حكينا عن بعضها خلال الشرح. اول وظيفة للبون مارو production of blood cells، مسؤول عن انتاج خلايا الدم، لانه البون مارو يحتوي على البلوريبوتنت ستم سيل. في الخلايا الجذعيه، الخليه الام، الاماتوري بريكيرسر سيل اللي بصير لها سيلفر نيوال، بصير لها بروليفريشن وديفرنشيشن عشان تعطيني مور كوميتد سيل. من هذه الخلية بينتج جميع خلايا الدم، إريثروسايتس، جرانيولوسايتس، مونوسايتس، البليتلتس، الليمفوسايتس، كمان بصير لها additional maturation في other sites زي lymph nodes والثيموس. الوظيفة الثانية للبون مارو destruction of old erythrocytes. النخاع العظم في خلايا فيه بصير لها موت by ineffective erythropoiesis. مش كل الخلايا يا جماعة اللي بالبون مارو ممكن توصل لمرحلة الماتوريشن، في خلايا ممكن تموت قبل ما تكمل الماتوريشن. كيف بتموت؟ أيضا بصير لها eating، بتاكلها الماكروفيج اللي موجودة أيضا في السبلين والليفر، تمام؟ إذا في بالبون مارو ماكروفيج بتخلصني من الأولد إريثروسايتس، الخلايا القديمة أو الخلايا اللي ما كملت الماتوريشن. ستورينج طبعا، وبضل بقايا الار بي سيز موجوده في البون مارو لحد ممكن الجسم يستغلها فور إريثروبيسيس زي الايرون وزي الهيم. اذا البون مارو ستورينج ايرون اف اي فروم بريك داون اوف هيموجلوبين، ينتج عن تكسر الخلايا هيموجلوبين. فالبون مارو بيخزن الحديد عن طريق الماكروفيج والإريثروبلاست، إما في داخل خلايا الماكروفيج أو في داخل الإريثروبلاست، الخلايا البريكيرسر سيلز الموجودة أصلا في البون مارو. اتفقنا عند الأدلت عنده نص البون مارو بيكون فاتس، النصف الآخر بيكون ريد أكتيف مارو. In many diseases fatty marrow is capable of reversion to hematopoiesis. Also liver and spleen can resume their fatal hematopoiesis role. في بعض الحالات المرضية ممكن اليلو مارو الفاتي مارو يتحول إلى ريد مارو ويرجع تاني يشتغل وظيفته اللي هي الهيماتوبيسيس. أيضا ممكن يشارك الكبد والطحال في عمليات الهيماتوبيسيس.
In certain abnormal circumstances, the spleen, liver and lymph nodes revert back to producing immature blood cells. إذا رجعوا هدول الأعضاء شاركوا بالهيماتوبيسز بسمي وقتها الحالة extra medullary hematopoiesis. طبعا متى هذا الكلام بصير؟ When the bone marrow becomes dysfunctional in cases such as a blastic anemia. إذا صار يا جماعة البون مارو في فشل صار dysfunction زي حالات الأبلاستيك أنيميا وقت البون مارو لا يحتوي على هيموبيتك استمسل ما فيش فيه خلايا معظمه بيكون fat cells infiltration by أو كان مليان خلايا خبيثة بفعل اللوكيميا بفعل proliferation of cell line leukemia وقتها يا جماعة هذا البون مارو بيكون في فشل dysfunction غير قادر على إنتاج الخلايا وقتها مين بيشارك في إنتاج الخلايا الليفر والسبلين متى كمان الليفر والسبلين بيشاركوا في عملية الهيماتوبيوسيس when the bone marrow is unable to meet the demands البون مارو شغال كويس لكن مش قادر يغطي احتياجات الجسم من الخلايا unable to meet the demands ما فيش شيء ما عنده قدرة انه يوفر احتياجات الجسم من الخلايا متى هذا بصير في حالات هيموليتك انيميا تكسر خلايا الدم زي حالات الثلاسيميا and severe blood loss لو الشخص عنده فقد للدم وقتها بيساعد البون مارو اعضاء اخرى مساعدين في عملية الهيماتوبيس زي السبلين الليفر الليمف نودز وقتها بسمي العملية اكسترا ميدلري هيماتوبيوسيس طول ما البون مارو هو اللي بيشارك بالهيموبيوسيس بسمي العملية انترا ميدلري هيموبيوسيس اذا اتفقنا انه عملية انتاج خلايا دم يعني هيموبيوسيس هيماتوبيوسيس حكينا بهذه المحاضرة هيموبيوسيس depends on three important components عشان تحدث الهيموبيسيس بكفاءة وبشكل سليم في الجسم فهي تعتمد على 3 factors حكينا اليوم عن الهيموبيتك ستم and بروجينيتور سيلز لازم الهيموبيتك ستم سيل تكون متوفرة لبروجينيتور سيلز تكون متوفرة في البون مارو وحكينا عن خصائص هذه الخلايا حكينا هي المذر سيل اللي لها خصائص السيلفري نيور إلها خصائص السيلفر نيوال ability to proliferate divide without limit ability to differentiate كل هذه خصائص لازم تكون متوفرة في الهيموبيتك استمسل بالإضافة للهيموبيتك استمسل بيئة الإنتاج الخلايا لازم تكون سليمة اللي هي بيئة البون مارو المايكرو انفايرمنت الاسترومال سيلز اللي هي اللوكال كنترول لازم تكون داعمة للهيموبيتك استمسل هي السبورتينج سيلز هي الخلايا اللي بتطلع growth factors فلازم growth factors كمان تكون متوفرة وهذه بسميها الهيمورال كنترول في المحاضرة القادمة حنرجع نحكي عن these three factors المهمة في الهيماتوبيسيس وكيف بيصير لها regulation in more details كيف بيتم تقييم العملية الهيماتوبيسيس في المختبر assessment of hemobiesis كيف بدي أعرف إنه عمليات إنتاج خلايا دم سليمة؟ عن طريق إجراء الفحوصات التالية: Full blood count (FBC) أو CBC (Complete blood count) or also called complete hemogram on peripheral blood. كلها مصطلحات بتعبر عن CBC (FBC) أو CBC أو هيموجرام. لو عملنا هذا الفحص فإحنا بنعمل تقييم لعملية الهيماتوبيسيس. بون مارو اسبيريشن وقبل البون مارو اسبيريشن بلاد فيلم اكزامينيشن او بيريفرال بلاد فيلم وهذا الكلام حناخده بالمعمل حناخد فحص السي بي سي حناخد البلاد سمير والبلاد سمير اكزامينيشن حناخد بون مارو اسبيريشن كمان من الحاجات اللي بتشخص هيموبيسيس Also allows assessment of the later stages of maturation of hemobiotic cells. Bone marrow aspiration بيعمل لي تقييم
لنضوج خلايا الدم الهيموبيتك سيلز. بون مارو بايوبسي. عن طريق البيوبسي this provides a core of bone and bone marrow to show architecture. بالفعل احنا زي الصورة اللي شفناها قبل شوية، شفنا صورة عن البون، صورة عن الهيموبيتك تيشو، شفنا صورة عن بيئة البون مارو باي بايوبسي. البون مارو يا جماعة نخاع العظم جزء منه بكون فلويد وجزء منه بكون سوليد. إذا أخذنا إحنا البيوبسي بعني إني أخذت اللي هي سامبل، أخذت سامبل of solid portion، أخذنا قطعة صلبة من النخاع العظم solid portion. لكن لو عملنا aspiration إحنا بنكون عادة أخذنا fluid portion فقط. نشوف عملية البون بون مارو اسبيريشن usually from a spot in the back of your hip bone called the posterior iliac crest. عادة الدكتور يا جماعة بيسحب العينة من منطقة اسم هذا posterior iliac crest اللي هي هذه المنطقة، هي أفضل منطقة لعمل بون مارو اسبيريشن. بون مارو اسبيريشن او بون مارو بايوبسي هذه العملية يا جماعة جدا صعبة، ولازم يكون المريض في عنا هنا مخدر بشكل لوكالي. شايفين في البون مارو بايوبسي احنا بناخد سوليد بورشن، بنشوف اللي هي الفات بونز، بناخد الكورتيكال بون سبونجي بون بالاضافة للمارو. لكن في حالات الاسبيريشن يتم اخذ طبعا شايفين الاداة اللي بتستخدم في الاسبيريشن، هذه الاسبيريشن نيدل جدا صعبة، هذه النيدل بيتم ادخالها في منطقة الهيب بونز زي ما انتم شايفين. وقت ما نوصل للمنطقة هذا الستايلت بيتم اللي هو رفعه. طبعا كل الشغل هنا، كل الشغل في هذه القطعة لحد ما نحصل على اما الاسبيريشن او البيوبسي. ايش احنا فعليا بنقيم؟ حنعمل بون مارو ايفالويشن. اول شغلة حنقيمها السيليولاريتي، نسبة الخلايا the ratio of hemobiotic cells to the total volume of the marrow space normal adult range 50 لـ 60%. احنا حكينا عند الادلت النسبة 1 لـ 1. ايش يعني 1 لـ 1؟ يعني 1 ريد لـ 1 يلو او فات. لكن السيليولاريتي بدنا ننتبه هي 1 لـ 1 عند الادلت، varies with age of person and site biopsy. تمام، تختلف حسب عمر الشخص وحسب المكان اللي أخذنا منه بايوبسي. تمام، يعني الأطفال مثلا لو بحكي عن طفل معظم البون مارو بيكون 100%، لو واحد مولود جديد بيبي بيكون 100% السيلز هي ريد، لكن الأدلت 1 لـ 1. نشوف صورة بتوضح هذا الكلام، هذه صورة لبون مارو بايوبسي، هذه بون مارو بايوبسي. السيليولاريتي طبعا هنا عمره 60 سنة، سيليولاريتي 40 لـ 50%. طبعا احنا حكينا عند الادلت 50 لـ 60، يعني مع العمر بيقل السيليولاريتي، هنا 40 لـ 50 عند شخص عمره 60 سنة. الصورة اللي بعديها السيليولاريتي هنا 100%، ليش؟ لانه انا هنا البايوبسي لطفل نيو بورن بوي، ولد حديث الولادة، اذا 100% عنده ريد بون مارو. طبعا هنا الصورة بتوضح، طبعا ها هنا الطبيعي في عنا 1 لـ 1 في ريد وفي يلو. طبعا هنا الصورة اللي على اليمين كل البون مارو يلو او كله فجوات، يعني يلو مارو، هذا هايبوسيلولار بون مارو، هذا نورمال.
هنا كله ايش؟ كله رد. لو انا بحكي عن ادلت المفروض يكون واحد لواحد، لكن لما يكون 100% بسميها الحالة هايبر سيلولار، يعني مليان خلايا في داخل البون مارو. ايضا صور اخرى بتوضح البون مارو سيلولاريتي، هذا طبعا النورمال سيلولار نسبة واحد لواحد. هنا البون مارو هايبر سيلولار، هنا البون مارو هايبو سيلولار. البارامتر الثاني اللي بستخدمه فور بون مارو ايفالويشن هو السيلولار ديستريبيوشن، يعني توزيعة الخلايا في البون مارو. low and high power examination then estimate the number and distribution. differential count 500 ل 1000 nucleated cells. myeloid to erythroid ratio usually about 3:1. طبعا انا هذه الجملة هي اللي بتهمني اكتر شيء. for bone examination نسبة يا جماعة الميلويد to erythroid ratio 3:1. ايش بقصد هنا بالميلويد؟ بقصد بالميلويد اللينج اللي بينتج عنه وايت بلاد سيلز. تمام، ما بقدر اقول هنا وايت لانه مش كلها خلايا ماتيور، لانه بحكي عن خلايا موجوده في البون مارو فبحكي مايلويد، بقدرش احكي وايت ليكوسايت يعني ماتيور سيلز لانه في خلايا بتكون اماتيور. كمان يا جماعه بقدرش احكي اريثروسايتس اذا انا بحكي عن بون مارو، بيئه بون مارو فحستخدم مصطلح اريثرويد. المايلويد تو اريثرويد يا جماعه 3:1. طيب هلا احنا لما عدينا ار بي سيز في البريفرال بلاد، طبعا هذه النسبه في البون مارو بدنا ننتبه. هلا احنا لما عدينا ار بي سيز وايت في البريفرال بلاد كانت الار بي سيز في الملايين صح؟ حكينا 5 مليون تقريبا والوايت 5000. اذا لكل خليه وايت في البريفرال بلاد في عنا 1000 خليه ار بي سيز صح؟ لكل خلية وايت في البريفرال بلاد في عنا 1000 خلية ار بي سيز. طب هل النسبة هاي اللي قدامنا متوافقة مع الكلام اللي بحكيه؟ نسبة المايلويد تو إريثرويد في البون مارو 3:1، لكن في البريفرال بلاد الإريثروسايتس أكتر من الليكوسايتس. طبعا ليش هنا النسبة أكبر؟ ليش المايلويد أكتر من الإريثرويد؟ لأسباب عديدة. أول سبب لأنه اللايف سبان اوف ار بي سيز يختلف عن الوايت بلاد سيل، يختلف عن خلايا الوايت. اللايف سبان اوف ار بي سيز 120 يوم. الوايت يا جماعة في حكينا ساعات، في بضلهم أيام، في بضلوا أشهر، في بضلوا عشرات السنوات. هذا بيخلي نسبة المايلويد تو إرثرويد 3:1. السبب الثاني البون مارو هو مخزن للوايت، هو مخزن للماكروفيج، هو مخزن لخلايا الميلويد بشكل عام، لكن مش مخزن للار بي سيز. لانه الوايت يا جماعه بتتنشط في حالات الانفكشن، في حالات الانفلاميشن، لكن الار بي سيز وظيفتها نقل الاكسجين، وهذا بكل ثانيه لازم يصير في نقل للاكسجين للتشو. هذا السبب اللي بيخلي نسبة المايلويد تو إرثرويد 3:1 تختلف عن نسبتها في البريفرال بلاد. طبعا متى هذه النسبة تختل؟ طبعا بتزيد لو في انفكشن، يعني ممكن تصير 6:1 في حالات الانفكشن، سي ام ال، الإرثرويد هايبوبليجيا، ممكن تكون 1:3 تقل هذه النسبة لو قلت الوايت في حالات الدبريشن ليكوبوليسيس، في حالات الإرثرويد هايبربليجيا أو زادت اللينج الإرثرويد. هايبربليجيا يعني زيادة في زيادة التصنيع في داخل البون مارو، هايبوبليجيا يعني نقصان في التصنيع في داخل البون مارو. طيب هذا بالنسبة للمايلويد والإرثرويد. نيجي للميجا كاريوسايتس. على 100 إكس لازم نشوف خلية لثلاث خلايا ميجا كاريوسايتس. طبعا هذه الخلايا هي اللي منها بتطلع البليتلتس،
الميجاكاريوسايتس هي خلايا كبيرة بصير لها فيما بعد انقسامات اندوسيتوسز، وبعد كده بتعطينا البليتلت. لازم اشوف في البون مرو على في كل فيلد على 100 اكس من خلية لثلاث خلايا. ايضا صورة اخرى لنورمال بون مرو بايوبسي، شفنا توزيعة الهيموبيتك ستيم سيل. لازم يكون في البون مارو ستيم سيل، لازم يكون في خلايا اللي هي من لينج الإريثرويد، لازم أشوف خلايا من لينج المايلويد، الليمفويد، الميجا كاريوسايتس، لازم الديستريبيوشن of مايلويد to إريثرويد 3 to 1. وكل خلية تقريبا لازم أشوف على 100 إكس من خلية لثلاث خلايا ميجا كاريوسايت. ثالث باراميترز بستخدمه لتقييم الماتوريشن، كيف بدي اعرف الخلايا بصير لها ماتوريشن او لا؟ بطلع على النيوكليير اند سيتوبلازم. عادة الخلايا يا جماعة اللي بصير لها ماتوريشن بتكون كبيرة في الحجم، بعد كده بتصغر، اذا السايز اوف ذا سيل بيكام سمولر اند سمولر، وهذا اخذته بالسيل بيولوجي. في خلايا يا جماعة الاماتيور بيكون فيها نويات، بعد كده النيوكليولاي، بعد كده هذه النويات بتختفي. في خلايا بيكون فيها نيوكلياس، النيوكلياس بيكم سمولر اند سمولر اور ديسابير او تختفي، زي البليت زي الار بي سيز بيكون فيها نواه بعد كده بتختفي. الكروماتين بيكون فاين، بيكون لوز في البدايه، بعد كده بصير رف وبصير له كوندنسيشن. ليش بيكون فاين ولوز في البداية؟ لأنه ضروري تكون الجينات في بداية الماتوريشن مبينة، لازم تكون واضحة للترانسكريبشن فاكتورز عشان يصير اكسبريشن لهذه الجينات. لكن بعد كده وقت ما يصير ماتوريشن يصير ديفيجن، بتصير رف وبتصير دنس. سيتوبلازم طبعا بيزيد مور اند مور، ممكن يكون بيزوفيلك، في خلايا البيزوفيليا عندها بتقل زي الار بي سيز، بتكون في البدايه الخلايا بيزوفيلك، بعد كده البيزوفيليا بتصير ويكر اند ويكر. في خلايا يا جماعه الحاجات اللي بتدلل على الماتوريشن ممكن يتكون فيها جرانولز، السبيسيفيك جرانولز مور اند مور. ability to division طبعا تختفي، كل ما انتقلنا لخلية ماتيور بيكون عندها قدرة على الانقسام بعد كده to know from have to know but keep the potentials. يعني الستم سيل حكينا عندها قدرة على الانقسام، لكن اذا تحولت لماتيور ار بي سيز، الار بي سيز يا جماعة ما عندها قدرة على الانقسام، ما عندها نواة، بعد 120 يوم تلتهمها الماكروفيج. اخر حاجة في تقييم البون مارو لستورج اوف ايرون، حكينا من وظائف البون مارو انه مخزن للحديد، فلو احنا صبغنا البون مارو بصبغة معينة بتصبغ الايرون، بنقدر نتعرف على محتوى البون مارو من الايرون. من الصبغات اللي بتصبغ الايرون البروجين بلوستين، هي صبغة خاصة لصباغة الحديد طبعا، والحديد المخزن يا جماعة في البون مارو ممكن يكون على صورتين، هيموسيدرين او فيريتين. في المحاضرات القادمة حنحكي ايش يعني هيموسيدرين، هو حديد مخزن ايضا بيكون، وايضا الفيريتين حديد مخزن، حنحكي عن الفروقات ما بينهم في المحاضرات القادمة. هيك بنكون خلصنا المحاضرة الأولى اللي بنحكي فيها عن الانترودكشن وفي هيماتولوجي والهيماتوبيسس. في المحاضرة القادمة حنكمل عملية الهيماتوبيسس وحناخد الريجوليشن اوف هيماتوبيسس.